كيجيو عندنا حتى لهنا والسلطة كتجي حتى لهنا. المهم الناس كيسولوا كابحين زعما ما خاصك خير الناس كاينه راه السكر راه كاينه في الدوره دابا هادشي غيطلعوا في الدار كدوز دابا هادشي كنخدموا في واحد جوج فرص هادات واحد منهم واحد من اللي راه مشات قلنا بغينا نسولك اخويا على شنو الوضعيه ديالكم هنا بعد الزلزال. بعد الزلزال الناس خرجوا للزنقه ملي طرات ديك القضيه خرجوا فهاديك اللحظه حيت هادشي تضرب انت كيفاش واحد الضربه في البلاصه بحال قنبله اللي تريب اللي ما تريبش تشق صافي الناس داخو الضو تقطع الريزو تقطع ما كانش فين المهم فاش تهضر ولا فاش الضو ولا كلشي مشى صافي حنا نضنا الدراري زعمنا اللي ميت كنقلبوا عليه اللي باقي حي كنجبدوه حتى هو هبطنا كلشي الناس هنايا انت كتشوفها هبطنا الناس هنايا العيالات كلشي هنا عندكم شي خيام هنا؟ خيام يلاه كنشدو شي حاجه يلاه دابا شدينا شي حاجه باقي خاصنا مازال شي حاجه ولكن كنطلبوا السكن والله ينصر سيدنا والمحسنين اللي كيتعاونوا معنا كيتساعدوا معنا المحسنين بزاف الله يجازيهم بخير تساعدوا معنا والدوله الحمد لله حتى هي خدامه دايره مجهوده ديالها المخزن خدام كلشي كاين كنطلبوا دابا السكن حيت دابا هاد البلاصه هادي راه ماشي ديال لقيتهم دابا يقضيو بها الناس هاد البلاصه راه ماشي ديال المنطقه هادي كلها الحوايج هنايا راه البرد ديالو قاصح والثلج والشتا هنا راه جبل الشتا هنا راه كلشي كيفين ايوا اش دير المهم كان الله ينصر سيدنا و